تحت الضغط. عمرو مصطفى ومصطفى محمود، مصطفى محمود وعمرو مصطفى. عمرو انت اللي هتبتدي الاول، مصطفى اتفضل عند سليم وهترجع لنا تاني. تعال يا عمرو، انا في رايي ان الفقره دي هي فرصتك ان شاء الله. لو ادائك كويس وجاوبت على اكتر من سؤال وقدرت تكسب هترجع فرقتك في المباراه ان شاء الله. هنشوف. مصطفى محمود تمام، تحت الضغط كاونتر. تقع سلسلة جبال الغابة السوداء بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ إسبانيا؟ غلط. من قام بتلحين أغنية رسالة من تحت الماء؟ ما هي أصغر وحدة بناء في الجسم البشري؟ خلية. صح. ما هو نظام الحكم في دولة لوكسمبورغ؟ ملكي. صح. كوميديا الأخطاء هي مسرحية الكاتب إنجليزي، فمن هو؟ كم عدد حروف كلمة إمكانيات؟ 8. صح. ما هي المدينة التي اختارها الإمام علي بن أبي طالب لتكون عاصمة للدولة الإسلامية؟ دمشق. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور قاسم في مسرحية عفروتو؟ باص. تقع بحيرة كيفو على الحدود بين جمهورية كونغو الديمقراطية ودولة أخرى؟ تنزانيا. غلط. أولد ترافورد. يا عمر كان في إجابات أنا متأكد إنها موجودة عندك. ده أنا زعلت في سؤال معين، أنا زعلت عليه. كوميديا الأخطاء هي مسرحية لكاتب. أيوة. شفت الإجابة عندك إزاي؟ خسارة. تفضل. كم إجابة صح؟ ثلاثة. ثلاث إجابات صحيحة ب 15 نقطة. كم ممكن يبقى عندك أكتر من إجابة؟ كتير. كنت بتستسهل كلمة باص. سليم عايزين مصطفى ينضم لينا. ده أنا مش قادر أقول لك بيت الأسئلة اللي ممكن أقول لك بيت الأسئلة اللي أنت قلت عليها باص وتجاوبها دلوقتي. مصطفى تعالى مكاني. عايز تعرف إيه اللي حصل ولا لأ؟ أسئلة سهلة؟ الأسئلة سهلة أه، مش صعبة. ماشي. عايز شوية تركيز. تمام. عايز تعرف؟ لا. عمرو عمل إيه ولا لأ؟ مش عايز تعرف. لا. بس أنا قلت 9 أسئلة من 10. حلو. تحت الضغط كاونتر. تقع سلسلة جبال الغابة السوداء بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ فرنسا. غلط. من قام بتلحين أغنية رسالة من تحت الماء لعبد الحليم حافظ؟ بلي حمدي. غلط. ما هي أصغر وحدة بناء في الجسم البشري؟ خلية. صح. ما هو نظام الحكم في دولة لوكسمبورغ؟ جمهوري. غلط. كوميديا الأخطاء هي مسرحية الكاتب إنجليزي، فمن هو؟ شكسبير. صح. كم عدد حروف كلمة إمكانيات؟ 8. صح. ما هي المدينة التي اختارها الإمام علي بن أبي طالب لتكون عاصمة للدولة الإسلامية؟ بصرة. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور قاسم في مسرحية عفروتو؟ باص. تقع بحيرة كيفو على الحدود بين جمهورية كونغو الديمقراطية ودولة أخرى، فما هي؟ نيجر. غلط. أنت كمان 3 إجابات صح زي عمرو بالظبط. تفضل. انتوا عارفين بقى ان انتوا كنتوا بتجاوبوا على نفس الاسئله ما عدا سؤال واحد بس. تعال نشوف الاسئله اللي ما جاوبتش. انتوا الاثنين قلتوا فرنسا. تقع سلسله جبال الغابة السوداء باحدى الدول الاوروبيه. المانيا. ايوه يا فاطمه، في المانيا فعلا. من قام بتلحين اغنيه رساله من محمد تحت الموجي لعبد الحليم حافظ؟ محمد الموجي. ربنا. ما هي المدينة التي اختارها الإمام علي بن أبي طالب لتكون عاصمة للدولة الإسلامية؟ الكوفة. من هو الفنان الذي قام بدور قاسم في مسرحية عفروتو؟ هاني رمزي. هاني رمزي. هاني رمزي. شايف عمالين تجاوبوا على الأسئلة إزاي؟ تقع بحيرة كيفو على الحدود بين جمهورية كونغو الديمقراطية ودولة أخرى، فما هي؟ رواندا. رواندا. أشكرك يا رشاد. والسؤال العاشر، أولد ترافورد هو اسم ملعب أحد الأندية الإنجليزية. فين؟ في اليونايتد. نادي إيه؟ مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد. طيب مفيش هدايا، كلنا نحيي عمرو ومصطفى. مصطفى عمرو وروح جميلة جدا. النتيجة اتغيرت ولكن الفرق زي ما هو. عمرو مصطفى كنتوا كام؟ كنا 40. 40 و15 3 إجابات صحيحة. 55. شيكسبير أسهل ما يكون. مصطفى كنتوا كام؟
80 90 90 كنت 90 بقيتوا 105 تمام. فرصتكم إيجاست الوحيدة في الفقرة اللي جاية، ما كانش أعتقد المباراة هتبقى اتحسمت.